اتفضل، مين معانا؟ طب اتفضل، مش مشكلة، اتفضل. الو الو، طيب هو في حد من احلى طلبه يعني داخل دلوقتي بس هو مش عايز يقول اسمه؟ طب اتفضل حضرتك، قول ايه الموضوع، اتفضل. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بيك. انت حضرتك، انت ارجو بس الاول لو انت جنب التلفزيون تقفل التلفزيون، ولو انت جنب مكان فيه هواء عشان تسمعنا ونسمعك كويس. طيب اوكي، اتفضل. هو دلوقتي بس انا عايز اتكلم كلمتين الاول بس. الاول انت حضرتك قريب السيده اللي بيذكرها الاستاذ محمد؟ انا حد من القريه، وحد على صله قرابه، وبس حد بس اوجه بعض الاسئله للاستاذ محمد. اتفضل. الاستاذ محمد، هل انت طلعتها فعلا بالتليفون في مكالمه هاتفيه ولا ما طلعتهاش؟ ما حصلش، وده اللي قلته، وهي شهدت بيه قدام ضابط المباحث. اعترفها باعترافاتها. باعترافاتها. حضرتك طلقتها طلاق بين امام في التليفون؟ ما حصلش. وده في المحكمه القضيه. ما حصلش. يا اخي في حاجه اسمها اذا بنيت فاستتروا. ايوه. يا اخي في حاجه اسمها انت تسيب زوجتك وتسيب مراتك. كم مره متجوز بقالك كم سنه؟ كم سنه نزلت مصر كم مره؟ كم مرة؟ مجتمع يا سيدي. لا هي عارفة، وفي باسبور بيثبت اني كنت 6 شهور هناك و6 شهور في مصر على طول. آخر مرة، آخر إجازة دي هي. أنت عايز يا أستاذنا الفاضل، يا أستاذنا الفاضل، أنت عايز تثبت حاجة معينة، عايز تقول يعني أنت حضرتك إن في الكلام اللي هو بيقوله، يعني لو عندك حاجة معينة عايز تقولها اتفضل. حضرتك طلعها طلاق في التليفون، وطلعها طلاق أمام ولادها، وبناء عليه هي اتجوزت، سواء اتجوزت عرفي او اتجوزت. ايوه، هو شنو بيثبت؟ بيثبت ان بتجوزها. يعني احنا كده قد نكون المحاكم. ليه يا اخي تنشر غسيلك الوزن؟ يا اخي انت عندك. لا مش غسيل انا، ده غسيلها هي. ده غسيلها هي مش غسيل انا. بتدمر مستقبل عيلتك كلها ليه؟ ليه انا اللي بدمرها؟ ليه؟ هو العيب فيا ولا فيها عشان ادمر عيلتي انا؟ طيب المفروض العار معروف محمد مش عندي انا. استاذ محمد لحظه يا سيد الفاضل، دلوقتي حضرتك هو يعني هو راجل قد يكون ليه حق، يعني هو لما يجي يكتشف ان هو زوجته خانته وبتحمل من شخص اخر، فهو من حقه ياخد حقه كما يعني كما يشاء. ممكن نتفق او نحن او نختلف ان احنا ممكن نطلع نتكلم على الهواء دلوقتي والناس كلها تعرف وتبقى فعلا فضيحه. واحنا برضو كمان، انا عن نفسي بعد اذنك، بس انا عن نفسي مش بحب الموضوعات اللي هي بالشكل ده، ولكن اصراره الشديد ان هو كمان الموضوع مش ان هي حملت من شخص اخر وبس، لا ده كمان اخذت فلوسه. انت عندك رد على الكلام ده؟ يا فندم ده هو اللي مديون ليهم ب 35,000 جنيه. مديون؟ معاه ديون 15/7 ومعاهم ما يثبت ان هو مديون. طب اتفضل رد عليه بقى. ايوه. الفلوس دي ساعه ما جيت لما بقول لها على الفلوس، طب هديك 35 تمام، مش 35، هنديك وهجيبهم من اخويا ليك مؤقتا، ده عشان من الفلوس اللي اتاخدت هجيبهم لك مؤقتا عشان تمشي نفسك. لما قلت لها ان الفلوس كلها معاك انا نازل مش لاقي فلوس، قالت لي اجيبهم لك منهم، وراحت جابتهم منهم. يا استاذ محمد رسميه ايصالات رسميه مديون ليهم بالمبلغ ده. ايصالات؟ يعني هو خليه يوريني ايصال. يعني الاستاذ محمد ماضي ايصال بالكلام ده؟ عايز اشوفه يا فندم. هو ايوه معاه صلاة بالكلام ده، ان هو عليه ديون ليهم. تمام. انا عايز اشوف الصلاه. انا وصل لحد الذهن ان انت عندك بنت عندها 16 سنه تدمر مستقبلها وتدمر سمعتها، ليه بالطريقه دي؟ علشان خاطر هو اللي عمل جريمه عشان يسوق. طيب ما هو برضه يا سيد الفاضل، ما هو برضه حضرتك اللي عمل. هو حضرتك دلوقتي يعني انتوا ما رجعتوش لحل ودي في البلد عندكم او في القريه اللي انتوا عايشين فيها؟ الكلام ده ما رجعتوش لحل ودي تحلوا بيه الموضوع بدون فضايح؟ هو رافض يقعد. انت اللي رافض تقعد يا استاذ محمد. لما بيقولوا لي هنقعد قعده بس مش هنجيب لك فلوس، اعترفوا بان في خيانه وفي علاقه، بس معلش الفلوس راحت مش هنقدر نجيبها. وهم اعترفوا ان فعلا في خيانه؟ ايوه. رد عليه كده يا باشا، بيقول لك ان هم اعترفوا فعلا. انا اشك في هذا الامر، مفيش اي اعترافات. هو معنى كلامه ان هو بيقول له انا طلقها في التليفون، ده انا عايز ارد بقى يا استاذ محمد، معلش انا عايز ارد على حاجه مهمه. بيقول انها متجوزه عرفي، بس احنا يعني برضو بس مفيش دليل اكتر. طيب من كده معنى ارد على الكلام ده. انا بس هسمعكم في حاجه، التحريات جايه ان في وجود علاقه قاسمه غير شرعيه بين دي تحريات اللي بين زوجته. ايوه طبعا، ترد عليه قانون، هي المحاميه بتاعتي ترد على انا عايز ارد على حته الجواز الاول.
طيب يعني احنا انت يعني انت عايز توصل لينا كده او ممكن المشاهد يفهم ان احنا كده دلوقتي مش امام خيانه زوجيه بقدر ما احنا امام اختلاف شرعي. هي ما اتجوزتش شرعي ليه لو هي اختلاف شرعي في, في 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 احد نصوص الدين، هل يحق ليها الزواج ولا ما يحقش ليها الزواج؟ يعني انت عايز تقول كده؟ لا يحق. لو سمحتم بعد اذنكم انا عايز اسمع. اتفضل يا فندم. ده اختلاف شرعي، وانا اطالب اي حضرتك تكلم اي حد من مشايخ الازهر وفي دار الافتاء او تراجع للمكالمه دي. طيب انا انتوا في عندك انت ممكن يعني تعرض حلول او ممكن يبقى في كلام تاني تحلوا بيه مع الاستاذ محمد؟ يا فندم عايز يطلق، عايز طلاق رسمي بقى، يطلق رسمي ويديها ورقته وخلاص. انما ايه لازمه الاعلام؟ انت قاعد في قريه فيها عادات وتقاليد، فيها عائلات، فيها نسب، كلنا عائلات ماسكه مع بعضينا. موقف زي كده ليه تهز مجتمع كامل؟ والولد ينكتب باسم مين؟ كل عاملك الفلوس. رد عليه. لا لا، الولد ينكتب باسم مين؟ هي اتجوزت ما كتبتش باسم جوزها ليه؟ بس انا عايز ارد عليه حاجه. لما اتجوزت عرفي، يعني حضرتك دلوقتي بتتكلم ان في جواز عرفي وان هو طلقها عن طريق الهاتف المحمول في شقتي، ورجعت عاشت مع جوزها ازاي؟ ان سيادتك كلامك حقيقه. طب ليه اتثبت الولد باسمه؟ انتظر رد. ليه اتثبت الولد باسمه؟ الاستاذه المحاميه بتقول لحضرتك لما هي اتجوزت عرفي وهو طلقها. لحظه يا فندم، اتفضل يا فندم. لما هو طلقها ازاي الولد يتكتب باسمه هو لما يكون هي اتجوزت عرفي وينفع؟ يا فندم، بالنسبه للولد هو بيقول كلم الولد عنده كام سنه؟ 9 سنين؟ لا احنا بنتكلم على الموضوع. ما عندوش فكره. طيب انا بشكر حضرتك جدا يا فندم. اسمح لي برد على النقطه دي. طب اتفضل بس بسرعه عشان احنا وقتنا خلاص. اولا